أيضا بعد باب تفسير التوحيد باب من الشرك لبس الحلق والخيل ونحوهما، رأس الثور، أعين الذئاب، سمك، حوت، يضع كثير من الناس هدانا الله إياهم على باب المنزل، على السيارات، على الأولاد التمائم وبعض الأشجار وبعض الخرق السوداء ورأس الثور وعين كف وحافر الفرس، صحيح، وأشياء من البحر وأشجار غريبة هكذا، ويكتب مثلا عين الحسود لا تسود، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني، وكثير عندكم هناك يكتب على الركشة ويكتب على كذا. لماذا تصنع هذه الأشياء؟ إذا تعتقد أنها هي التي تنفع تجلب المنافع تدفع المضار من دون الله، شرك أكبر. تعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب. باب من الشرك الأكبر والأصغر، سبحان الله. الآن أقول إذا يعتقد، إذا باب لم يقل الأكبر ولم يقل الأصغر، باب من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب الاعتقاد. إذا يعتقد تأثيرها بذاته هذا من الشرك الأكبر، يعتقد أنها أسبابا والله سبحانه مجعل أسبابا فهذا شرك أصغر. باب من الشرك لبس الحلقة، والآن انتشرت كثيرا عند كثير من الناس، يضع سبحان الله يعني على بدني وكذا والرسومات، كأنه يعني لا يوجد عندنا ما يسميها الآن سبورة، لا يوجد سبورة فيرسمه، يبدأ الرسم على بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، يعني بعد نزوله أو دفعه قبل نزول، لماذا تضع؟ قال للنبي مرض، لماذا تضع؟ خاف الآن فيروسها يسموه ايش؟ كورونا. المسلم سيأتي معنا لا يتطير، المسلم دائما ايش؟ يتفاعل، صح؟ يتفاعل، صحيح، لابد نأخذ بالأسباب، نعم، لا عدوى سيأتي معنا، يعني لا تقول هذا المرض معدي ينتقل بذاته، لا، هذا اعتقاد الجاهلية، العدوى تنتقل بإذن الله، علينا الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب الرقية الشرعية، أذكار الصباح والمساء، من نزل منزلا، أي منزل تنزل فيه، تنزل الصين مثلا، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل تنزل فيه، تهبط الطائرة أحسن من التطعيم وأحسن من كل شيء، تقول أعوذ التجأ اعتصم بمن، هذا الموضع الالتجاء بغير الله شرك أكبر، صح؟ الالتجاء في هذا الموضع لأنه لا يقدر عليه إلا الله، أعوذ بكلمات الله التامات، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا الدليل من أقوى الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، عندنا أدلة كثيرة على إثبات صفة الكلام لله، من أقوى الأدلة هذا الدليل في السنة. كيف؟ أي إنسان ينكر كلام الله سبحانه وتعالى تقول تعالى الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، يقول صح. تقول طيب إذا نزلت منزل ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله، لو تقول كلام الله مخلوق هذا معناه أنك تستعيذ بالمخلوق وهذا شرك أكبر، ولو تثبت لله صفة الكلام ويصح الاستعاذة بالله بأسماء وصفاته فأنت موحد تثبت الكلام لله سبحانه وتعالى. الاستدلال بهذا الحديث، علماء السنة يستدلون بهذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال القرطبي وقد جربت ذلك، يقول أنا مجرب هذا الحديث وقد جربت ذلك حتى أني دخلت يوما إلى منزلي ولم أقل فلدغتني عقرب، يعني سنين يمشي على هذا لم يصبه شيء. طيب قال لنا هذا الشيخ، قال لا أنا قلت الحديث ولدغتني عقرب،
ماذا تقول؟ نقول هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والله لا يتخلف. الخلل فيك أنت، نقص في التوكل، ضعف في التوحيد، لعله عندك كذا كذا، صح؟ أي نعم. الآن الفاتحة رقية سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يدريك أنها رقية، تقرأ على المريض ولا يرى، خلل في الفاتحة؟ لا لا والله، الخلل في هذا أو في هذا المريض. ابن القيم إخواننا رحمه الله يقول ألم بمرض وأنا بمكة فأخذت أقرأ الفاتحة، ابن القيم، وأكرر وأكرر وأكرر، وجدت أثرها بعد حين. مفهوم الخلل في من؟ ما يمكن يكون في الكتاب والسنة، ولا يمكن. نعم، إذن